للحبيب ينسى. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد وكل من للنبي يصحب. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد أعلى البرايا جاها وأرحب. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد أصدق عبد بالحق أعرف. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد خير الورى منهاجا وأصواب. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد ما طير يمن غنى فأطرب. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأنبياء.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله قوي سلطانه الوادي برهانه المبسوط في وجوده كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليه علمه وبسط له بفيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبد الرحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في العوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعترت بوجود أكناف الوجود وترزت برد الأواني في طراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب
إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط بقلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله بحسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ذلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراه. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بدور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم الله عليه، نفذت القدرة الباهرة
بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التشوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاب لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسراب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن اكتقراره وموضع خروجه. الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه. وكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروب بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر ميسار أوصاف ذلك المبسوط تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. صلى الله عليه. فانها تغرب الاقلام من شؤون خير الانام، ولكن حزني الى تدوين ما حفظته من سير اشرف المخلوقين، وما اكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، بقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، لا التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا ربي صل على المقدر طيب القلوب، مقدر طيب القلوب. الله الله يا الله، الله الله يا الله،
عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حزن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. صلى الله عليه. وقد بلغنا في الحديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسندي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلابه وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم به الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأم التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار ميده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنض على قلبه هذه الدرة المكنونة والجورة المسونة والكون كله يسبي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاء جواهر كنوزه. صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مؤلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا عدت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بعطر الفرغ بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. فتعرض في جود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير ما عين التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
القضاء يا واسع الكرم. ثم بدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا Yes.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأراضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت جناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية، فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلوات الله
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. وهنا برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ترفع إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أنه شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكون من الشهر شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع يده وقبره في الحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخذونا مقهولا مقطوع الشرة. طولت ذلك لشرف عند الله يد القدرة وما بروز إلى هذا العالم دار من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن أوف عن أم الشافع رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي واستعل وسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الصفا وداع له ما بين المشرق والمغرب حتى نذرت إلى بطن أسور الروم. قالت ثم البستت وجئته ولن أنست أن يغسيني ظلمة ورعب وغسرة عن يميني. وسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. وأشفر ذلك عني ثم أدوأني الرعب وظلمة وغسرة عن يساري. وسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت ولم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعث الله وكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجم السنة من عظيم المعجزات وباخر الآيات البينات بما يدي بعظيم الشرف عند مولاه وأن غين عنايه في كلهن ترعى وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره تسابقت إلى أرض المرضعات وتوفرت رغبتها للوجود في حضانة هذه الذات فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن أولى بتربية هذا الحبيب بحضانته السيدة حليمة. وحين لاحظته عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ موفور. فحانت عليه حلو الأمهات على البنين ورغبت في رضعه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين. فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضعه وحضانته بتربيته بالعين الرحيمة. فأجابت بتلبية لداعيها لما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دواعيها. فترحلت به إلى منازل مسرورة وهي برعاية الله محفوفة وبعين عناية منظورة. فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات. فقد أتت وشارفوات وضعيفتان ورجعت وهما لدواب القافلة يسبقان.
وقد درت الشارف واشياء من الألبان مما حير العقول والأذهان وبقي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجاب معجزاته ما تقر بالعين وتنتشر أسراره في الكونين حتى واجهت ملائكة التخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركته الأنام وهو يرى الأغنام فأذجعه على الأرض إذجع تشريف وشق بطنه شقا لطيف ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوه وما أخرج الأملاك من قلبه أذن ولكنهم زادوه طهرا على طهري وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفح من سطور القدرة الإلهية باهر الآيات فبلغ إلى مرضعة الصالحة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة فتغففت عليه من حادث تخشاه ولم تدري أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه فردت إلى أمي وهي غير سقية بفراقه ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه وهو بحمد الله في حزن مانع ومقام كريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فنشا صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف يحفه من الله جميل الرعاية وغامر الألطام فكان يشب في اليوم شباب صبي في الشهر ويظهر عليه في صباح من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر ولم يزل وأنجم سعوده طالعة والكائنات لعهده حافظة ولأمره طاعية فما نفث على مريض إلا شفاه الله ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه حتى بلغ من العمر عشرا ومضت له من سن الشباب والكهولة مدة فاجعته العذرة الإلهية بما شرفته به وحده فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين فتلا عليه لسان الذكر الحكيم شاهدا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكام قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما أعظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان وأيدتها بشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم إنه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل أعباءه
الدعوة والتبليغ، فدعا الخلق إلى الله بصيرا فأجابه بالإذعان من كمن كانت له بصيرة منيرة، وهي إجابة سبقت بها الأضيات والأقدار، تشرف بالسبق وإليها المهاجرون والأنصار، وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين، وأكبت بشدة بأسهم قلوب الكافرين والملحدين، فظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات، فمنها تكثير القليل وبرء العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإخبار بالمغيبات وحنين الجذع الذي هو من خوارق العادات وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته وخصصه بها من بين بريته، وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات، ومع ظهورها وانتشارها سعد بها الصادقون من المؤمنين وشقي بها المكذبون من الكافرين والمنافقين، وتلقاها بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول وظهور آية الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراك نور ذلك السراج، فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين الجبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل، فما من سماء ولا جهاء إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل، وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله والشريف منزلته لديه، حتى جاوز السبع طباق ووصل إلى حضرة الإطلاق نازلته من الحضرة الإلهية غوامر النفحات القربية، وواجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وأولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات، بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركة الصلوات الطيبات، فيا لها من نفات غامرات وتجليات عالية في حضرة باهرات تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمات وسوابغ الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات، رتب تسقط الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل، واتصل من علمها ما اتصل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان، وأولدهم من عواطفها الرحيم ما يعجز عن حمله الثقلان، وتلك مواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها، خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة
فلا يطمع طامع في الاطلاع على مصدورها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحيث تشربت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه فليقابل السامع ما أمله عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يجمع من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار الحكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية طبعته على أهلك سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية ولقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة صلى الله عليه وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مكسورة إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولقد أوتي من جوامع الكلم ما أجز عن الإتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر تتنزه العيون في هدائك محاسن جماله فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله صلى الله عليه سيد الدقه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير مهيه روضة غناء رحمة كله وهزم وعزم ووقار وعصمة وهياء معجز القول والفعل كريم الخلق والخلق مكسيت معطاء وإذا مشى فكأنما ينحت من صبب فيفوت سريع المشي من غير خبب فهو الكنز المتلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لها لا حبيب يغار البدر من حسن وجهه تهيرت الألباب في وصف معناه فماذا يغرب القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسن فلو أهدى السنة للبدر عند تمامه لم يحصى فيه
وعلى تفنن واسفه بوصفه يفنى الزمال وفيه ما لم يوصف فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله الأميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته متون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو العبد الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه هيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكوياء من البرية ومن نشر تيبي تعترت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تتميبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق برية المحمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عز أن تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب إنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده علم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب بالتكريم والتعظيم وخلق العظيم فحسنا مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملاء العلاء إلى يوم الدين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. ولما نظم الفكر من دار الأوصاف محمد يدي وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه في مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأكمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الحادثة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك آمين. سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين
سيدنا محمد الذي حمد رسالته العالمين آمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفخار في كل موطن من موادن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسيكون إرشادك لأهل ودادك آمين. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة رابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شر الكرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في عرة هذا الحبيب من الحاذرين وفي تراك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنعطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأما ببركته وشريفه وجهاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع جهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واخفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد منك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في حزن الحزين من جميع البلايا وفي حزن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأسامي والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita telah selesai membaca riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya akan membacakan wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat ini diterjemahkan oleh
Ustaz Salim Al-Bahres 50 tahun yang lalu. Wasiat Nabi Muhammad SAW ini diterjemahkan oleh Ustaz Salim Al-Bahres 50 tahun yang lalu. Wasiat Rasulullah SAW ini disampaikan menjawab permintaan daripada sahabatnya Rasulullah, salah seorang sahabatnya Rasulullah yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang awal masuk Islam dan menyatakan keislamannya di depan Ka'bah. Akibat ucapannya, syahadatnya di depan Ka'bah itu, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini dilempari batu dan dipukuli sampai luka. Kemudian besok datang lagi ke Ka'bah, mengucapkan yang sama, mengakui Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersyahadat, dipukuli lagi. Dan beginilah pecinta Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya akan membacakan 5 pesan Rasulullah. Ada satu buku, satu kitab. Tapi saya bacakan yang depannya, yang wasiat yang penting yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, hai Abu Dzar, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat kepadanya. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat kepadanya. Maka bila nyata engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Ini pertama wasiat Rasulullah SAW pada saat Sayyidina Abu Dzar meminta wasiat. Yang kedua, dan ketahuilah bahwa pertama-tama ibadah kepada Allah itu ialah makrifat, mengenal Allah. Bahwa Ia yang pertama sebelum segala sesuatu. Ia yang pertama, Allah yang pertama sebelum segala sesuatu. Maka tiada sesuatu sebelumnya, dan tunggal tiada duanya, dan yang kekal maka tidak ada habisnya. Ini Rasulullah mengenalkan sifatnya Rasul, sifatnya Allah. Dia pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di dalam dan di antara keduanya. Dialah Allah. Dialah Allah yang maha halus, yang latif, dan mengetahui sedalam-dalamnya. Dan Dia atas segala sesuatu maha kuasa. Ini pelajaran yang luar biasa dari Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang meminta. Kemudian yang ketiga, kemudian percaya kepada aku dan mengakui bahwa Allah mengutusku kepada semua manusia untuk menyampaikan kabar gembira dan mengancam. Ya, untuk menyampaikan kabar gembira dan mengancam. Ini Rasulullah diutus mengenalkan dirinya Rasulullah. Setelah mengenalkan Allah, Rasul mengenalkan dirinya. Untuk menyampaikan kabar gembira dan mengancam. Dan mengajak manusia kembali kepada Allah dengan seizinnya. Ini Rasulullah mengaku bahwa ini dengan izin Allah, semua ini dengan izin Allah. Dan sebagai pelita yang menerangi, nur, Rasul ini adalah nur yang menerangi kehidupan manusia. Kemudian kasih sayang kepada keluargaku. Ini Rasulullah mengingatkan kita semuanya, semuanya untuk kasih sayang kepada keluarganya Rasulullah. Yang Allah telah menghapus dari mereka segala kotoran dan telah mensucikan mereka sesuci-sucinya. Ini wasiat Nabi. Yang keempat, hai Abu Dzar, ketahuilah bahwa Allah menjadikan keluargaku bagi umatku bagaikan bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang naik di atasnya selamat, dan siapa yang mengabaikannya tenggelam. Siapa yang mengabaikannya tenggelam, kata Rasulullah. Dan kasih sayang kepada keluargaku, ahlil baitku, bagaikan pintu penebus dosa Bani Israel. Siapa yang masuk memasukinya pasti aman.
Siapa yang memasukinya pasti aman. Hai Abu Dzar, ini yang kelima. Jagalah wasiatku ini. Jagalah wasiatku ini, kata Rasulullah. Niscaya engkau akan bahagia dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mau dunia, mau bahagia dunia dan akhirat, jaga wasiatnya Rasulullah ini. Mengenal Allah, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menyintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya akan minta kepada dua pembicara, yang pertama Syekh Ridwan Al-Amri 7 menit dan Al-Habib Hasim bin Saleh, Habib Hasim bin Muhammad bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid 7 menit juga. Faddal Ustaz Ridwan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم yang sama-sama kita hormati dan kita cintai para habaib selaku zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang begitu banyak hadir di tempat ini, wabil khusus sahibul bait wa sahibul majlis al habib Muhsin bin Idrus al Hamid mata'anallahu bituli hayatih, dan para habaib sesepuh yang lainnya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dzikru khairil wara yudawil alila wa yunirul fuada yahdi sabila, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, mendengar cerita riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yudawil alila, mengobati segala macam penyakit. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini, kita mendengarkan biografi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bentuk rawi atau kitab maulid yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Simtid Durar. Mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali disembuhkan semua penyakit kita. Penyakit yang zahir maupun penyakit yang batin disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirah tusaffi sarirah, dengan sejarah Nabi membersihkan hati kita. Wa yunirul fuada yahdi sabila, dan memberikan cahaya kepada hati. Kalau sudah hatinya sehat, mendapatkan cahaya di dalam hatinya, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang beliau datang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa nur cahaya, maka apabila kita hidup di muka bumi ini, kita mendapatkan cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu syariah Nabi Muhammad, kita jalankan khususnya di dalam pribadi kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kita praktekkan tentang riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu suri teladan yang paling terbaik. Hasanah fi kulli syai', kebaikan di dalam segala hal, baik di dalam rumah tangga,
kita lihat bagaimana hasanah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita masing-masing yang sudah menikah berarti kita punya bahtera rumah tangga yang perlu kita jaga. Kalau mau kita menjaga bahtera rumah tangga kita, kita gunakan bahtera rumah tangga kita, kita ikuti yang mana diajarkan dan dituntun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian orang yang paling baik dengan keluarganya dan aku orang yang paling baik dengan keluargaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar bicara. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak berucap-ucap dan tidak berbuat kecuali perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua ma'ruf. Wa ma fi khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada sesuatu yang terpuji di muka bumi ini kecuali sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh tatkala mengatakan khairukum khairukum li ahli. Rasulullah kalau mau masuk ke dalam rumah mengucapkan salam bukan dengan mengetuk pintu, kalau kita biasa gedor pintu kita, tapi Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum ya ahlal bait, yang orang yang ada di dalam rumah. Diam dulu sejenak, kemudian mengucapkan salam yang kedua kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal bait. Ditunggu sama Nabi, mungkin ada di lagi istirahat atau mungkin dia lagi buang hajat atau lagi ada kesibukan di dapur dan lain sebagainya. Sampai 3 kali tidak menjawab salam, kalau itu bukan rumah beliau, beliau pulang kembali ke rumahnya. Kalau itu di rumah beliau, beliau hamparkan sorbannya, beliau tidur di depan rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlakul karimah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Pernah satu kali Nabi melakukan hal ini. Tiba-tiba fi tsulutsil lail, sepertiga malam, Siti Aisyah berasa bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pulang apa belum. Zaman dulu belum ada jam tangan. Belum ada buatan jam tangan apalagi jam dinding. Tapi sudah otomatis. Ya, otomatis bangun qiyamul lail. Waktu Siti Aisyah bangun, maka Siti Aisyah bilang, "Ah, aku terbangun." Digelar ya. Itu seperti selendangnya Siti Aisyah dekat pintu dari rumahnya. Dia takut nanti kalau Rasulullah ngucapin salam, dia tidak mendengar salam dari Rasulullah SAW. Dua-duanya akhlakul karimah, budi pekerti yang begitu mulia. Tatkala masuk, Rasulullah SAW lihat Siti Aisyah buka. Pagi hari dilihat Rasulullah SAW berada di depan rumahnya. Minta maaf Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya beliau tertidur. Pernah satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, didapati Siti Aisyah dalam keadaan yang murung atau ngambek. Ya biasa perempuan kadang-kadang banyak ngambeknya. Biasanya kalau ngambek itu ada masalah, yang paling cepat bikin perempuan ngambek cemburu. Maka tatkala melihat Siti Aisyah berubah mukanya, Rasulullah lihat enggak ada apa-apa. Rasulullah ambil gelas. Dia lihat itu gelas-gelasnya punyanya Siti Aisyah. Waktu diambil itu gelas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah aku minum dari gelas ini?" kata Rasulullah. "Silakan," kata Siti Aisyah. Biasa lagi marah, "Silakan." Maka bagaimana cara mengobati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarahan sang istri? Itu gelas diputar-putar sama Nabi. Sehingga Siti Aisyah heran, "Kenapa kok gelasnya bukan diminum, diputar-putar?" Ditanya sama Siti Aisyah, "Kenapa engkau putar-putar itu gelas?" "Aku sedang mencari di mana kira-kira bibirmu meminum dari gelas ini sehingga aku minum di tempat yang mana tadi bibirmu minum dari gelas ini," kata Rasulullah. Kira-kira kelepek-kelepek apa enggak? Langsung hilang. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini yang perlu kita bawa pulang ke rumah kita. Ya, bagaimana khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kan rumah kita ini baiti jannati. Berbicara panjang lebar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin cuma sekedar masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi yang paling terpenting dan mendesak yang perlu kita amalkan daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mana mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu fil ibadat. Dibagi jadi beberapa hal. Fil ibadat, fil muamalat, di dalam muamalat, dalam ibadah atau dalam muamalat. Dan yang kedua dalam muamalah, bagaimana muamalah? Jual beli kita, cara berbisnis kita, berdagang kita mengikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kebiasaan yang kita lakukan. Kemudian fil adat, dalam hal makan, minum, tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, di dalam rumah. Banyak dari kita yang hadir maulid ke maulid, tapi masuk rumah enggak menjalani adab daripada adab Rasulullah SAW fil manzil. Berapa banyak yang hadir maulid, masuk masjid, enggak menjalani adab dukhulul masjid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang dikatakan mana? Dikatakan mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mutaba'ah fi kulli syai' fil ibadah wa fil muamalat wa fil adat, kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, yaitu suri teladan yang paling baik. Saya tidak akan berpanjang lebar karena hanya 7 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia, yaitu bisa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan orang yang cinta sama Nabi dan orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya kalau mau kita jadi orang yang bisa mencintai Nabi, harus kita terlebih dahulu mengenal siapa itu Sayyidina Muhammad. Kita kenal dulu siapa Nabi Muhammad. Bagaimana caranya kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita baca sirahnya, sejarahnya. Tadi Habib Mohsin baru membacakan terjemahan dari wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak wasiat-wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana wasiat dari Nabi Muhammad kita praktekkan dan kita beritahu kepada anak-anak kita. Anak-anak kita lebih mengenal bintang film, anak-anak kita lebih mengenal pemain-pemain bola, mereka lebih kenal yang namanya artis-artis, tapi mereka kalau ditanya siapa kakeknya Nabi Muhammad, bahkan terkadang ditanya siapa bapaknya Nabi Muhammad, dia enggak kenal. Siapa nama Khulafaur Rasyidin, para sahabat, dia enggak kenal kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah enggak kenal sama Nabi Muhammad, kalau enggak kenal sama sahabat Nabi Muhammad, dari mana mereka akan cinta kepada Nabi Muhammad? Bagaimana mereka akan menghormati sahabat Nabi Muhammad SAW? Karena mereka tidak kenal siapa sahabat Nabi Muhammad. Mereka orang-orang yang sangat mencintai Nabi. Mereka orang-orang yang sangat berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan rela berkorban nyawa, raga mereka dan harta mereka untuk Nabi Muhammad. Kita apa yang kita sudah korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ainal muhibbun? Siapa yang ngaku-ngaku cinta sama Nabi Muhammad? Alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana, yang mengorbankan nyawanya dan hartanya untuk Nabi, itu yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Terkadang ada orang kurang ajar, ya, menjelek-jelekan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua gara-gara mereka enggak kenal siapa itu sahabat Nabi. Kalau mereka kenal itu sahabat Nabi, kalau mereka sadar sahabat Nabi, berarti orang yang berteman dengan Nabi. Siapa yang pilih mereka menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW? Memangnya mereka lahir semaunya mereka sendiri? Lahir, di zaman ada Nabi Muhammad. Kita juga mau seperti itu. Kita mau lahir di zamannya Nabi Muhammad. Akan tetapi kita enggak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lahir di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita beruntung, kita masih beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang mukhtarin, orang-orang yang Mustafa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Nabi Muhammad. Duduk bersama Nabi Muhammad, makan bersama Nabi Muhammad, berjuang perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Itulah siapa? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau cinta diterima sama Nabi, harus cinta kepada sahabat Nabi. Kalau mau cinta diterima kepada Nabi Muhammad, harus cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayyullah lima yaqdukum bihi min ni'amih wa hibbu ahla baitil hubbi wa hibbu wahibunil hayyullah lima yaqdukum min ni'amih wa hibbunil hubbillah wa hibbu ahla baitil hubbi. Ini tiga rantaian. Cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah karena Allah, kemudian cinta kepada keluarga Nabi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal aminkum billahi taufiq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله المجيب لمن دعاه الموافق لمن قصده ورجاه والصلاة على حبيبه المصطفى
ونبيه المجتبى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada malam yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita hidangan demi hidangan, diberikan hidangan-hidangan ayat-ayat Allah dibacakan dan biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijabarkan dan doa-doa dilantunkan. Ini adalah tempat-tempat rahmat yang diturunkan oleh Allah. Salam sejahtera kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang karena perjuangan membaca salawat kepada beliau, yang saya muliakan Al Habib Muhsin bin Idrus Al Hamid, juga Habib Zain bin Semit dan semua habaib yang hadir di tempat yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi membicarakan tentang akhlak. Akhlak itu apa, saudara? Dan bagaimana akhlak itu akan keluar dari hati seseorang? Seorang pujangga mengatakan, akhlakuka naibuka fi ghiabik. Akhlakmu adalah sebagai penggantimu saat kamu tidak ada. Saat kamu berpergian, saat kamu keluar kota, saat kamu keluar rumah, akhlakmu tadi sebagai penggantimu. Dan saudara, akhlak ini tidak akan muncul menjadi akhlak yang mulia kalau jiwanya busuk, kalau hatinya busuk, kalau tidak ada hubungan dengan Allah, kalau tidak dekat dengan rahmatnya Allah. Apabila akhlak ini saudara keluar, ini maknanya dari dalam pelaku akhlak ini orang-orang yang suci. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Karena rahmat yang datang dari Allah, engkau akan keluar perangai yang sangat lembut karena sambunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak dekat dengan Allah, orang yang tidak dekat beribadah kepada Allah, tidak akan keluar akhlak-akhlak itu, saudara-saudara sekalian. Allah tidak panggil Rasulullah dengan nama kabilahnya atau nama keluarganya, tidak. Rasulullah dipanggil dengan nama wa innaka la'ala khuluqin azim, karena akhlak ini akan bersemayam di hati yang paling dalam. Saudara, saat Rabiul Awal datang menyambut kita, kegembiraan demi kegembiraan, kerinduan demi kerinduan, kecintaan demi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nantikan, kita perbarui kerinduan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, apapun yang kita punya, berapapun prestasi yang kita capai saudara, kalau tidak ada Rasulullah dalam kehidupan kita, kita akan jauh dari kehidupan kebahagiaan yang diingin-inginkan dan yang dicari-cari saudara-saudara sekalian. Saudara, saat kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan itu harus bisa diimplementasikan dalam kehidupannya. Harus bisa ditunjukkan. Inilah yang ditunjukkan oleh seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ini yang patut ditiru saudara. Saat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik, kam aj'alu laka min salati ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sangat cinta dan saya banyak sekali mendoakan kamu ya Rasulullah, karena salawat mendoakan kamu ya Rasulullah. Berapa doa yang mesti aku lakukan untukmu ya Rasulullah? Ma syi'ta, apa yang kau inginkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rubu' ya Rasulullah, maksudnya saat dia membaca wirid, misalnya satu jam wirid, seperempat dari waktu itu dipergunakan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ma syi'ta wa in zitta fa huwa khairun lak, kalau kau tambahi justru lebih bagus. Lalu nus ya Rasulullah, separuh dari wirid, waktu yang aku habiskan untuk wirid,
tidak perlu baca wirid lagi ya Rasulullah, aku baca doa saja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Masyikta wa in zitta fahuwa khairun lak. Kalau engkau tambahi, justru akan lebih bagus. Wa thulutsain ya Rasulullah, 3/4 ya Rasulullah. Waktu aku habiskan untuk berdoa, untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Masyikta wa in zitta fahuwa khairun lak. Terserah kamu kata Rasulullah. Dan ini hadis sahih. Kalau engkau tambahin, justru lebih bagus. Idzan ya Rasulullah, aj'alu salati kullaha lak ya Rasulullah. Aku jadikan wiridku saat aku duduk, wirid aku khususkan semuanya bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Balas berdoa minta kepada Allah, cukup aku bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idzan tukfa hammak wa yughfar laka dhanbuk. Kalau begitu, semua problematika kehidupan yang kamu alami akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kamu sudah transfer keinginanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yughfaru laka dhanbuk, dan dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara, Habib Saleh mengatakan hawil al-Hashimi batagga illa sahala. Hawil, transfer semua keinginanmu kepada Rasulullah. Karena Rasulullah ma bada radd al-hawala. Yaqul al-Hashimi batagga illa sahala. Hawil ala nabi. Transfer semua keinginanmu kepada Rasulullah. Karena Rasulullah pernah menolak orang-orang yang mentransfer kepadanya, saudara-saudara sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena Allah sudah jelaskan, wa'alam inna fikum Rasulullah. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu, dalam kehidupanmu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dalam satu ayat di Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sudah jelas kata Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini menjelaskan bahwasanya di zamannya Rasulullah Allah taala akan tolak daripada bala, musibah, gempa, tsunami dan semuanya karena wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsirnya Ibnu Abbas. Dan setelahnya, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-istighfar dengan keberadaan Rasulullah akan mengantap azab. Tapi saudara, mutaakhirin minal ulama mengatakan, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya Muhammad, ini asyaddu sighatun nafi dalam bahasa Arab, wa ma kana Allah. Ini sangat kuat menafikannya. Artinya apa? Mustahil, beribu-beribu-beribu mustahil seseorang akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sunnah-sunnahnya, sedangkan tariqahmu ya Muhammad, sedangkan ajaran-ajarannya qa'imun fi hayatihim, ada dalam kesehariannya. Mustahil Allah akan mengazab seseorang yang mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Karena itu ada pelanggaran. Ada orang yang jatuh kerjaannya, pasti ada pelanggaran karena itu adalah janji dari Allah. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Mustahil beribu-beribu-beribu-beribu mustahil. Wa anta fihim. Seorang datang bib, rezeki saya susah. Setelah ditanya, bangunnya jam berapa? Subuhnya jam 8. Bagaimana kamu saat pembagian kamu tidak hadir, lalu kamu protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Bib, hidup saya susah, bib. Apakah kamu sudah beres urusannya dengan Allah? Tidak, bib. Cuman tinggal sedikit, tinggal 30 juta utang saya di bank, bib. Ada pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan, saudara-saudara sekalian. Terakhir, saudara, karena jam saya mati, takut lebih 7 menit nanti. Saudara, kedekatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dengan ucapan, saudara. Tidak cukup melakukan peringatan maulid-maulid, tidak cukup. Memuji-muji Rasulullah, tidak cukup. Seorang alim, ayahnya ulama besar, saudara. Anaknya kerjanya setiap hari memuji-muji ayahnya. Tanpa mengikuti jejak ayahnya. Sampai ayahnya tua, ayahnya meninggal, anaknya tidak pinter-pinter dan tetap jadi bahlul. Karena tidak mengikuti cara-caranya ayahandanya, saudara. Begitu juga, saudara, datang maulid memuji Rasulullah, bagus. Tapi kalau Anda tidak mengikuti ajarannya Rasulullah, dapat, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, saudara, dengan pengorbanan, lihatlah pengorbanan seorang perempuan, bukan laki-laki. Kita mesti malu, saudara. Perempuan yang bernama Ummu Umarah, pada tahun 3 Hijriah,
dia hadapkan dadanya untuk menyambut panah-panah yang akan menyentuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ke belakang, dia tutupi badan Rasulullah agar jangan sampai tombak atau panah atau pedang bahkan menyentuh jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, dari perjuangan, pengorbanan demi pengorbanan, maka pedang yang sangat tajam memukul bahu kanannya sampai tangan kanannya lepas. Seorang anaknya mengatakan, ya ummah, ibuku, ibuku, cepat ibuku, kau benahi dirimu. Apa kata Ummu Umarah? Adrik Rasulullah, fahuwa awwala bi'inqadh. Datanglah engkau kepada Rasulullah, wahai anakku, bahwa Rasulullah lebih utama untuk diselamatkan, wahai anakku. Karena hidup ini tidak kekal, saudara. Berapa panjangnya umur yang kita diberikan oleh Allah, pada akhirnya akan disentuh kematian. Berapa lamanya malam hari yang kita lalui, pada akhirnya akan datang pagi fajar menyambut malam hari itu, saudara. Ummu Umarah ini hidup setelah zamannya Rasulullah 20 tahun. Saat-saat gentingnya peperangan, Rasulullah melihat pengorbanan yang dipersembahkan oleh Ummu Umarah. Lalu kata Rasulullah, "Man yutik ma tutiqin ya Ummu Umarah?" Siapa sih yang mampu mempunyai kemampuan seperti kemampuanmu ya Ummu Umarah? Apa kata Ummu Umarah? "Ya Rasulullah, bal utik ya Rasulullah. Saya masih mampu ya Rasulullah. Tangan kiriku masih ada, kaki-kakiku masih ada ya Rasulullah. Bal utik wa utik ya Rasulullah. Aku mampu dan mampu ya Rasulullah. Madza turidin? Apa yang engkau inginkan ya Ummu Umarah? Apakah engkau ingin jadi anggota DPR? Apakah engkau ingin aku angkat jadi gubernur? Aku ingin angkat jadi bupati? Bahkan aku ingin angkat jadi wali?" Bukan itu yang diinginkan Ummu Umarah. Yang diinginkan hanyalah murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya tidak menginginkan apa-apa lagi ya Rasulullah, kecuali aku ingin bersandingan bahuku denganmu di surga ya Rasulullah. Ini keinginan yang sangat tinggi, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, saudara, mari kita merenung, mari kita memikirkan, mari kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sekalipun satu ajaran, sekalipun satu kalimat, sekalipun satu salawat, kita ikuti ajarannya Rasulullah. Tanpa kita cinta kepada Rasulullah dengan benar, tanpa kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, tanpa kita bersalawat kepada Rasulullah, akan hilang hidup kita dan akan jauh dari bimbingan dan dari hidayah dari Allah Subhanahu wa Taala. Ini saja saudara-saudara sekalian sedikit yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن آمين. عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم آمين. نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. بحرمة سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعليه وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita telah melewati semua acara dan yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih kepada
komandan komplek kita yang hadir tempat ini, juga Bapak Kepolisian dari Kapolres Kebayoran Lama, dan para habaib semuanya, mudah-mudahan Allah yang membalas semua amalan kita ini. Dan mohon maaf untuk para tetangga yang saat ini mungkin terganggu dengan acara ini. Mudah-mudahan Allah yang menurunkan rahmatnya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.